بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه نطلب السداد والتوفيق والنجاح. من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان رماح لسباقات الهجن العربية الأصيلة، يتجدد اللقاء ويتواصل العطاء والنماء في رياضة الآباء التي ورثها الأبناء جيلا بعد جيل، لتصل إلى عصر الرقي والازدهار، عصر الدعم اللامحدود. فشكرا لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يحفظهم الله ويرعاهم من كل سوء ومكروه، وجعلهم عزا وذخرا لهذه البلاد الطاهرة. وأيضا الشكر موصول لمعالي الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين رئيس نادي الإبل والمشرف العام على مهرجان الملك عبد العزيز على هذا الدعم السخي في كل عام، والغير مستغرب والحرص لوصول رياضتنا العريقة للعالمية. وصلنا وإياكم ليوم الختام ومعارك ومنافسات أشواط الرموز في مهرجان الملك عبد العزيز. انتظر الملاك هذه الأشواط بفارغ الصبر، وحان الوقت المرتقب. تمنياتنا للجميع بالفوز والانتصار في مهرجان صار للفخر عنوان على الصياهد كل عام نزوره. يا مرحبا ترحيب تنشان هاشان في ديرة التوحيد واخوان نوره، اقولها عن شعب ابو فهد سلمان، يا مرحبا ما شعشع الفجر نوره. اذا متابعينا الكرام، انطلق وعلى بركة الله اقوى الاشواط واعتاها في هذا المساء الشوط الرئيسي، ورمز الزمول المفتوح من مسافة 8 كيلومترات هي المصاحبة لأحداث ووقائع هذا الشوط. وهذا الشوط يحمل في طياته أسماء قوية، شعارات لطالما صالت وجالت في ميادين السباق، وها هي الآن تشارك في مهرجان المؤسس بحثا عن الفوز والانتصار. مقدمة الشوط وصدارة الشوط المركز الأول والقيادة مع شاهين لهجن العاصفة، بينما الوصول في هذه اللحظات مع ثاني المراكز القادم كذلك شاهين بشعار هجن العاصفة، وثالثا شعار هجن العاصفة هي المتقدمة مع المراكز الثلاث. ومن يقدم لنا هذا الشعار؟ غياث الهلالي في عملية التضمير، المركز الرابع. مرحبا بهذا الوصول وبهذا القدوم، وصل مذخور مع المركز الرابع بشعار سيدي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، هو المتقدم مع المركز الرابع. ومن يتابع هذا الشعار؟ ماجد بن حلفان المري الشرس في عملية التضمير يقدم لنا هذا الشعار الملكي، بينما المركز الخامس، أرى الأسماء التي بدأت بالوصول بدأت بالتقدم في هذا الشوط. أتابع الانطلاق القادم في هذه اللحظات، القادم شعار براية يقدم همام مع المركز الخامس علي بن راشد بن سعيد البريصي المري، وسادس المراكز متعب لمبارك بن راشد بن مبارك الجربوعي المري، والمركز السابع القادم في هذه اللحظات هذا وراد مع المركز السابع بشعار سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود مع المركز السابع وثامن. المراكز القادم في هذه اللحظات شعار عبد الله بن طويرش الوهيبي قادم مع المركز الثامن، بينما المركز التاسع القادم في هذه اللحظات للطام بشعار سيدي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. إذا متابعينا الكرام، النية
النداء الأول للمراكز المتقدمة في هذا الشوط، أتممناه على مسامعكم، ولكن العودة إلى المقدمة، العودة إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأمامي وإلى المعركة من أجل البقاء على القمة. الصدارة بشعار هجن العاصفة هي المتقدمة المنطلقة مع المركز الأول ومع المركز الثاني. المركز الأول شاهين يتقدم مع المركز الأول بشعار هجن العاصفة، الشعار القادم من دانة الدنيا دبي، الضيوف القادمين والعانين من دولة الإمارات العربية المتحدة. فمرحبا بكل القادمين والعانين للمشاركة في هذا الكرنفال وهذا المجتمع الأخوي الكبير. المركز الثاني كذلك بشعار هجن العاصفة، وثالثا مع العاصفة. المركز الرابع الشعار الملكي قادم مع المركز الرابع بشعار سيدي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، يتقدم مذخور في هذه اللحظات ماجد بن حلفان المري في عملية التضمير. المركز الخامس أتابع الوصول. القادم في هذه اللحظات والمتقدم شعار علي بن راشد بن رايه المري، من يقدم لنا همام مع المركز الخامس. ولكن الخطر القادم من قبل هذا الاسم وهذا الشعار، وصل شعار بن بيشان اللي والله ما منه همان. يتقدم هذا الشعار المميز ويتقدم هذا الاسم الغني عن التعريف، مسلي مسلي قادم مع سادس الأسماء. يتقدم في هذه اللحظات حمد بن محمد بن فهيد آل رزق العجمي ليقدم لنا شعاره في معارك الرموز ومعارك الأشواط الكبرى، دائما ما يظهر هذا الشعار العملاق. القادم في هذه اللحظات شاهين، وصل في هذه اللحظات وتقدم أحمد بن سالم بن سهيل الشرقي العامري، قادم في هذه اللحظات في أول ظهور وأول نداء. القادم كذلك متعب، وصل شعار الجربوعي مبارك بن راشد بن مبارك الجربوعي المري قادم، وأيضا الوصول والقدوم مع المركز الثامن. الريم هو المتقدم بشعار الوهيبي أحد الأسماء القادمة من سلطنة عمان. يتقدم السفير في هذه اللحظات عبد الله بن طويرش بن محمد الوهيبي، يقدم لنا شعار وهذا الاسم المميز والغني عن التعريف. إذن متابعينا الكرام، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول، إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى بداية هذا الشوط، إلى المعركة الأمامية الثنائية مع المركز الأول شعار هجن العاصفة محكم القبضة مع المركز الأول ومع المركز الثاني. يتقدم هذا الشعار، يتقدم هذا الشعار المميز الذي اعتاد على الرموز، اعتاد على الانتصارات، اعتاد على الحضور المشرف. ينطلق مع المركز الأول وفي رمز الزمول، شاهين مع المركز الأول وشاهين مع المركز الثاني بشعار هجن العاصفة الشعار العملاق، التابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان وآل مكتوم، هو المتقدم في هذه اللحظات. الخطورة، الخطورة من مذخور، مذخور قادم لا محالة، يحتل المركز الثالث. وصلوا العمالقة، وصلوا الأبطال، مذخور قادم بكل قوة بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد. ماجد بن حلفان في المتابعة، برايا قادم مع المركز الرابع، يصل في هذه اللحظات مع همام علي بن راشد برايا المركز الخامس. وصل للطام مع خامس المراكز صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، مسلي مع المركز السادس. والأسماء بدأت بالظهور، الشعارات بدأت بالتقدم، بدأت بالاقتراب، بدأت باللحاق، ولكن الصدارة عاصفية، الصدارة عاصفية إلى هذه اللحظات والأمتار الأخيرة. الله
الله الله الله، شعار هجن العاصفة يتقدم مع المركز الأول مع المركز الثاني. أقبلنا على مسافة ثوران الأعصاب، كيلو ونصف كيلو، ما تبقى عن الحسم، ما تبقى عن الفوز، ما تبقى عن الانتصار، عن النوماس. إذا متابعينا الكرام، تتابعون هذا الإبداع وهذا التألق في هذا المساء من قبل شعار هجن العاصفة مع المركز الأول ومع المركز الثاني. هجن العاصفة محكم القبضة منذ انطلاقة هذا الشوط مع شاهين ومع شاهين، مع الصدارة، مع القيادة وآخر الأمتار. مذخور قادم، مذخور مع المركز الثالث صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز. يتقدم هذا الشعار الملكي مع المركز الثالث. الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو اللي مع بعد كيلو. يا سلام، معارك الأبطال في شوط الزمول، الصدارة عاصفية إلى هذه اللحظات. يتقدم شاهين مع المركز الأول ومع مقدمة الشوط. هجن العاصفة، هجن العاصفة مع المركز الأول، مع الصدارة، مع القيادة السليمة. اللحظات الحاسمة، اللحظات الأخيرة. الله الله الله، شاهين شاهين، أصدرت الأوامر، بدأ بالتحرك، ولكن القادم، القادم شاهين، وصل شعار الشرقي، والقادم شعار الاغفلي. المهندس قادم بكل قوة، ولكن هجن العاصفة أقلعت، أقلعت وغادرت، غادرت بنماس، غادرت بالانتصار، غادرت بالرمز الغالي، غادرت برمز المؤسس. يتقدم شاهين، يتقدم شاهين مع المركز الأول، مع الصدارة، مع الانطلاق الأول. آخر الأمتار، اللحظات الحاسمة. التهاني والتبريكات لمالك هذا الشعار، لولي عهد دبي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. فزاع فزاع فزاع، ما شاء الله تبارك الله. عبر الانتصار، عبر النوماس من هذا الميدان إلى دانة الدنيا دبي. التهاني والتبريكات لعشاق هجن العاصفة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار في المركز الأول وفي المركز الثاني. المركز الثالث وصل في هذه اللحظات مع ثالث المراكز. المركز الثالث الشهم بشعار محمد بن بطي بن محمد الغفلي، بينما المركز الرابع، رابع المراكز وصل في هذه اللحظات مع رابع المراكز شعار علي بن راشد بن راية المري. المركز الخامس، إذن متابعينا الكرام، تهانينا والناموس لهجن العاصفة على فوز شاهين بالمركز الأول في رمز الزمول المفتوح. وننقل الكلمة والمايك إلى الزملاء في الاستديو.